السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معاكم، رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من ستري، اللعبة يلي كتير نحكى عنها بالفترة الماضية، وحتى أنا غطيت لكم عنها شوية أخبار وإمتى حتصدر وهالأمور هاي. فيكم تشوفوها بالسوشيال ميديا، قنوات السوشيال ميديا تبعيتنا، وفيكم كمان تشوفوا بالبوستات اللي عم ننزلهم على هاي القناة. على كل الأحوال، هاي اللعبة اللي هي عبارة عن قطة ضالة أو قطة متشردة بعيدة عن أهلها، عم تحاول انه تحل لغز مدينة منسية او ضائعة وحتى ترجع لعند عائلتها. فخلينا نشوف مع بعضنا هالمغامرة الحلوة والبسيطة، وان شاء الله حتعجبكم، لانه هي لعبة بصراحة على الرغم من انه بساطتها وعلى الرغم من انه هي ما فيها كتير اكشن، بس بصراحة الجرافيكس فيها كتير حلو، والاتقان بي يعني بتسلسل الاحداث جدا رائع، وفعليا انت بتحس انه فعليا انه عم تعيش قصة قطة تشردت عن أهلها، وعم تعرف يعني عم تحس فيها أكثر من لما بنشوفها لحنا بالأمر الواقع. خلينا نشوف مع بعضنا ونشوف الجرافيكس ونشوف اللعبة ونشوف الأداء تبع اللعبة كمان بشكل عام، وبعدين أنتوا فيكم قرروا إذا هاللعبة هي بتناسبكم أو لا. على كل الأحوال، اللعبة هي ما أنا لعبة قصيرة ولا لعبة بسيطة، لعبة بتحتاج منكم 8 ساعات، بين 8 إلى 10 ساعات حتى تنهيها بالكامل. وإذا كنت كتير 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 يعني مستعجل وما أدري شو، يعني إنه خلص على مثل ما بيقولوا يعني إنه ما بدك تعمل شيء غير إنك تنهيها، فحتحتاج منك على الأقل 2.5 ساعة لـ 3. هيك نشر المطور، وهيك متوقعين. وبصراحة اللعبة جميلة من الناحية يعني الفيزيائية والناحية الجرافيكس والناحية هاي، فبصراحة بتستحق التجربة. هجرب لكم اياها مع بعضنا، حنلعب مع بعضنا اليوم تقريبا اول 30 دقيقة منها، وبعدين انتو فينكم تلعبوها على ستيم موجودة، وموجودة كمان على بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5. اذا بتعجبكم هاي النوع من الالعاب او بتعجبكم كل الالعاب التانية اللي احنا عم نجربها، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس، لانه انا بصراحة ملاحظ انه معظم اللي عم يتابعونا على القناة هن ناس ما مشتركة. فاذا كنت انت من الناس اللي جداد على القناة حابب فيديوهاتنا، فبتمنى من كل قلبي انك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، لانه في فيديوهات جديدة وفي العاب جديدة ان شاء الله حتصدر وحنجرب لك اياها، وان شاء الله حتكون تعجبكم، لانه في العاب فعلا عم تنزل وفعلا حلوة بس ما بتاخد حقها بالاعلان، ففي كتير ناس ما بتعرفها. عم نحاول نغطي لكم اياها كلياتها ان شاء الله على هاي القناة. وفي عنا قناتنا التانية اللي هي جيمرز استراتيجي، عم نحاول نلعب عليها كل الالعاب الاستراتيجية اللي بتحبوها وإن شاء الله بتعجبكم. خلينا نبلش مع بعضنا بقصة القطة الضالة، وبعدين منشوف رأيكم فيها بالتعليقات وكمان باللايكس والشير والكومنت. خلينا نشوف هالقطة. طبعا احنا هاي القطة الصفرة، هاي بدنا شو بسموها، هاي القطة البرتقانية، وهي عيلتها inside the wall، داخل الجدار. طبعا اللعبة لعبة مغامرات اندي جيم، وبصراحة يعني انا ما توقعت انه فريق مستقل، يعني فريق مستقل لما بكون بتسمع انت اندي جيم او فريق مستقل، فانت بتحكي عن 3 أو 4 أشخاص، ما أنا بتحكي عن مثلا مجموعة كبيرة من الأشخاص اللي هنا عم يشتغلوا على القناة أو عم يشتغلوا على اللعبة. فاليوم أنت لما بتشوف لعبة بهاي الجودة وبهاي القوة، بصراحة يعني وبهالإتقان هاد من فريق متطور، من فريق مطورين صغير، فتتفاجأ وبتستغرب وبتقول يعني عن جد إنه في ألعاب تستحق أنك تلعبها. طبعا اللعبة هاي أخذت صيتة بسبب أنه نزلت على البلاي ستيشن، أخذت صيتة بسبب أنه نزلت على البلاي ستيشن، وهذا اللي خلاها تنشهر أكثر، خصوصا أنه صار عليها ستيت أوف بلاي من بلاي ستيشن نفسها. هذا بصراحة أعطاها شوية أدفانتج أنه تكون معروفة، بس رغم هيك هي كان على الغالب انه ما كانت حتنعرف ابدا اللعبه، لانه مثل ما قلت لكم يعني هو الفريق المطور فريق صغير وانا معروف، وبصراحه يعني ما كان حدا متوقع انه يطلع منه هيك شيء.
نفس قصص القطط فينك تعملها بهاللعبه بشكل الكامل، من التنوايه للنطنطه للاذى ما بيقولوا، كل شيء تقريبا فينك تعمله بهاللعبه واكثر كمان. فينك تحل الالغاز، وبعدين حيكون كمان فينك تحكي مع الناس عن طريق مثل ما شايفين، فينك يعني فينك تكون حر بكل لعبه. سلام. عن جد الجرافيكس تبعيته بصراحة رائع. طبعا في تروفيز كمان، في البلاتينيوم يعني فينك تخلص اللعبة انت بشكل عادي بدون تروفيز، وفينك تخلص اللعبة كمان بتروفيز. التروفيز تبعيت اللعبة هي بتعتمد على النطنطة والتنواية والشغلات هاي. فانت اليوم اذا مثل ما بيقولوا اذا انت حابب تلعبها كلها وتختمها كلها وتجيب كل التروفيز تبعيتها، فانت لازم تحاول انك تشتغل او تعمل كل التشالنجز اللي مطلوبه منك بهاللعبه. طبعا اذا بدك تعمل كل التشالنجز المطلوبه باللعبه فانت بتحتاج اكثر من 10 ساعات تخلصها. اوف يا حرام. هلا بلشت القطه الضاله طلعنا. بيقول القطة بسبع ارواح، يعني قلت لكم خلص 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 روح منها، ما ظنيت. شو رايكم بالمقولة هي تبع القطة بسبع ارواح؟ بتأمنوا فيها انتم ان القطة بسبع ارواح ولا حكي؟ هلا هي فعليا القطط او جسم القطط بتحمل فعليا صدمات كتير، خصوصا بأسلوب سبحان الله كيف يعني طريقة الرجلين مخلوقين سبحان الله بطريقة انه يمتصوا الصدمات. حتى مرة كنت عم شوف فيديو لنمر كيف بنط من مسافات عالية كيف رجليه بيمتص الصدمات فبيخليه انه ما يتأذى بالنطة. فهي نفس الشيء سبحان الله. حتى بيقولوا لك القطة لما شلون من زتيتها بتنزل على رجليها. في شيء من الكلام مزبوط للأمانة، بس مو بكل أنواع القطاط. في أنواع قطاط تنبل ما بيحب شو اسمه. بس معروف عن القطاط نظافتهم، حتى القطاط البرية هن فعليا نظيفين، يعني بيضلوا سبحان الله بيضلوا بينظفوا حالهم وبيضلوا بيهتموا بحالهم، حتى لو انه هن مثلا ساكنين برا، حتى لو ما لهم كان حتى لو ما كانوا قطاط منزليين مثل ما بيقولوا. عو كشفنا. شو الحيوانات هاي؟ حلوين هدول الاشارات اللي هيك ولو انه كانوا بسيطين بس انه بيدلوك على الطريق منين مكان بدك تروح. بس بصراحة الديتيلز الموجودة باللعبة للأمانة فظيعة، يعني انا ما متوقع انه في هيك ديتيلز. ما بعرف فينا نطلع لفوق ما فينا نطلع لفوق.
اكيد نطلع لفوق. لا كمية الديتيلز الموجودة باللعبة رهيبة، يعني عم يعطوك الانفايرمنت تبعيت اللعبة بطريقة مو معقولة ابدا. طبعا اللعبة كمان فيها شوية ألغاز ما انها القوية بصراحة، وين راحت، بس يعني جيدة تعتبر. هاي واحدة من الألغاز البسيطة، طبعا بتزيد صعوبة الألغاز مع الوقت، يعني مثلا مثل هلا هون مثال بيعطيك اياها بالبداية هيك على انه هي عبارة عن لعبة، فانت ممكن تطنشها وتمشي. على طبعا في تروفيز طبعا على توقيعهم لهدول، فينك تاخذ التروفيز، بس هاي الحركات تبعت القطة مثل ما بيقولوا اللي تميز فيها القطة. مثلا هون مثلا في عندك انت تقدر تمشي تكمل هي المهمة، فلازم توقع هاي وتكسر الشباك اللي تحت. ما تعتبر تروفي بمعنى تروفي بصراحة، بس يعني جيدة للأمانة. على الأقل اللعبة فيها فكرة شوي، يعني انا توقعت لما انه والله قطة، انه شو قطة يعني شو راح يطلع منها للقطة، يعني انه هلا معقول يعني انه لعبة تكون على القطة، فما توقعت انا بصراحة انه ممكن يكون فيها هيك شوية تشويق للعبة. طبعا لحد الان نحن عم نتسلى مثل ما بيقولوا، بس لسه فيها تقريبا فيها شوية اكشن باللعبة، المانوال اكشن الكبير اكشن بسيط، ولكن انه وفي قصة حتشوفوها بعدين. مثل ما قلت لكم هي عبارة عن قطة عم تحاول تحل لغز هاي المدينة المنسية. طلع حتى تحل هاي اللغز، حتى تحل لغز هاي المدينة، فعندها كتير شغل لازم تعملون. يا سلام، صراحة environment رهيب. وصلنا بال 3D لدقة فظيعة. شو دول؟ حشرات. حشرات السريرة دول. حاول انه ما تخليهم يتكاتروا عليك. اوف اوف نفدنا. شو هالحشرات هاي لحمة. السلام. بتشوف المية وهي تبعيت لو تنوي، فبيقول لك بخليك بيعطيك بالدلالة، بيقول لك انه مشي من هون روح من هون تاع هيك فوت لهون هيك.
اعتقد هو لازم نجي لهون. نفس حركات الأطراد تماما، نططوا على ايه عمرك ان رحنا، بنططوا على البواري، بنططوا على كل شيء، ما بخلوا شيء ما بنططوا عليه. رغم انه هي اللعبة خطية بس بصراحة فيها يعني شوية ابداع. خبرونا انتو لسه بتحبوا الالعاب الخطية اللي مثل هاي النوع من الالعاب، يعني اللي بتوجه فورا على على الهدف وخلص، ولا بتحبوا مثلا نوع من الالعاب الثانية؟ ولا بتفضلوا الالعاب اللي عالم مفتوح؟ هل معقول مثلا نحن نوصل لمكان نوقع فيه مثلا ما نعود نلاقي مكان خلص نعصر فيه، مثل ما يصير الرطاطة دول اللي بينوه؟ كان في عنا قطة بزماناته وقعت يمكن اعتقد بالمنور او ما بعرف شو بسموه انتو عندكم، خلفية يعني بالبيت هذا المدخل او منفذ الهواء او شيء. المهم وقع عنا بالقطة وطلت تنوي تقريبا في يومين ثلاثة لحتى حدا نزل جابها، يعني خلص عصيت ما بقدر تطلع. وقلتكم احنا ممكن نوقع بهيك موقف. سوري. لا اعتقد ان احنا كان لازم نجي من هون مظبوط، ولا من هنيك؟ بلا من هون. والموسيقى فظيعة، ما بعرف اذا سمعاني الموسيقى او لا، حاعطيكم هلا بس هيك 5 دقائق تسمعوا الموسيقى هيك بعدين ارجع احكيكم، لانه موسيقى وصوت ما راح يمشي الحال، فخليكم معي ارفع لكم الصوت. كانت لمحة بس هيك عن الموسيقى تبعت اللعبة، بس ورجيتكم قديش يعني بصراحة موسيقى حلوة.
يعني بتشدك فعليا انت لما تلعب فيها. انا بحاول هلا اني ورجيكم اللعبه، بس فعليا لما انت بتلعب فيها لحالك احلى بكتير. اوف يا سلام يا سلام. لا ايه بكبس على الكيبورد كمان. ايه بعت رسائل. اخوان انت بتدق. اوف فتحنا فتحنا الباب. نشوف على الفكره بهي الطريقه فتحنا الباب. فظيعه. وافدنا معمش. يا سلام. اعتقد كان لازم نحن نجيب على فكرة شو اسمه مفاتيح هون. كان لازم نجيب هديك الوصلة اللي هوني. لا دي ايوه. بس في غير هون. تمام. كمان المراقبة عم تراقبنا. بين وحدة. هاي. طفت الكمبيوتر. الو. اف. شو بشان؟ نايمة ميت. نعم اروح على راسه. ايوا اعتقد هي لازم نحطها بشي مكان. يا سلام. شغلة تطبع. الله الله. اي عيشتها. لا 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 بي 12. طبعا هي بي 12 هي اللي او بلو 12 هي فعليا هي الشركه المطوره حاطين اسمها هون بي 12. حلو لما بيحطوا اسم الشركه بكل مكان بصراحه. يعني عم بيشهروا حالهم بدون ما يحسوا او عم بيعطوا حال عم بيحطوا حالهم بالقصه انه مثلا هي يعني البي 12 هي اللي اعطت القطه هي الحياه اللي لازم تكون. ها هلا بلش تفهم او بلش تحكي مع الناس. It work. I'm free. Thank you. I couldn't believe the cameras. A cat in the dead city. I cannot remember my name. It seems my memory is corrupted. طبعا عم تقول له هوني
هي بتحكي عن انه ما لم صدق انه في قطه بمدينه ميته وانه هي ما بتذكر اسمه، شكله الميموري عنده او الذاكره عنده محذوفه او مضروبه. I have been trapped in the electronic network for so long. بتقول انه صار له محبوس بالانترنت لفتره طويله. I know I worked for scientist who lived here. شكله هذا انسان محبوس بقلب آلي، يعني مخ انسان محبوس بقلب آلي او عقل انسان محبوس بقلب آلي. For now you can call me B12. B12 ان الشركة المطورة. لو فينك تصح لي B12. That's what it says to me. Okay. B12. Dangerous in the dead city, but you seems like you know how to handle yourself. Let's go out from here. Okay. عم بيقول له انه خطيرة هي المدينة بس شكلك انت قادر تضبط امورك. Okay. That key unlock the door. I remember that much. في كبسة هون لازم نكبسها حتى شو اسمه. Let me get that for you. Thank you. خدنا. Very good. Came over here. فتح الباب. I have to put this on. شوي. اوبا. شو حط له؟ لبس شغله. يا سلام، ليك محلاها. حاسة حالة تقيلة يعني. شو المركب اللي هون؟ في 12 طريقة فظيعة على فكرة، كيف القطة بتطلع عليها. اوف 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 العيون. Is this comfortable for you? Don't worry. You'll get used to it. Digitalize the key and stored in the backpack. Okay. هلا صار في عنا inventory. حلو. Easy. Let's see. Curious about the object. You can show it to me. Across any. Now let's get out for him. انه عم بتقلها اذا لقيت اي شيء. طبعا هن شو عملت هلا، هي الاله حولت المفتاح اللي اخذته لمفتاح الي. يوز ذا ايتم. اوكي، حولت لمفتاح الي مشان تفتح الابواب. وعم بتقلها انه اذا لقيت اي شيء بهمك او لقيت اي شيء بهمك فعليا. اوكي، منين نجي الرقم؟ ميموري. واحد اثنين. شو الميموري التعبانة؟ في شي رقم هون؟ ما شايف انا في رقم. ميموري تعيس هذا الميموري. Sensor detected memory data at proximity. بصراحة ماني يعني في صورة بس ما بعرف، ما شايف في. بس خلينا نشوف. كان في طريقة معينة نكتب مكتوب فيها الرقم أو شيء.
Press 2. اها الو اعتقد هذا الكود 3-2 ولا شو هاي 3-7-4-8 3-7-4-8 يا سلام هذا هو 374A انتر يس يا سلام واو لوك ذس بليس يا سلام حلو الاليفيتر هذا مصعد يا سلام زيب لاين جميل طبعا احنا قلنا لكم هي راح نلعب لكم 130 دقيقه و30 دقيقه هن فعليا خلصوا وهيك حلقتنا هاي الميموري اللي احنا حكينا عنها اللي شفناها او بشكل سيء وي اي ريمبر ذا اوتسايد هاي الميموري تبعيت الروبوت ما لو مو تبعيت القطه فعليا يعني هو الروبوت علق بالقطه او القطه علقت بالروبوت ف feel like I have been here before there before is this where I, you come from? Promised who? Postcard, the moor was painted from it. Let's take it. Okay. Had a postcard. شكلنا اخذنا شيء خلينا نشوف بس هاي هي الميموري هاي البوست كارد اللي اخذناها خلينا نشوف الميموري هلا صارت اوضح الميموري كانت اول مو واضحه هلا وضحت اكثر اوكي معناتها في شيء مثل ما بيقولوا بدنا نكمل هاي الميموريز كلها اللي موجوده هون حتى اعتقد نحل شيء معين لانه مثل ما شايفين صار عندنا 3% على اليمين فهذا بظن اللي هو او اكزام اوكي اكزامينيت فبظن انه هذا لا لحظه شوي في عندنا شيء اسمه هون شو تو في تو ذا اوتسايد ويل سي ذا كي ذا سكاي اجين اي بروميس تاب 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 سويتش كاتيجوري بلا 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 طيب مثل ما شايفين هي اللعبه وهي مبدا اللعبه بصراحه من الاخر يعني لسه فيها كثير شغل للامانه والمغامرات تبعيت القطة هلأ بدأت لساتنا في البداية فإذا حابين انكم تشوفوا منا أكثر خبروني بالتعليقات على الغالب ممكن نعملكم عليها لايف نطلع لكم فيها لايف نخلص لكم إياها لأنه للأمانة لعبة بتستحق أنه تنشاف تلتعب وكمان خبروني إذا في شيء تاني أو ألعاب تانية حابين نجربكم إياها كمان خبرونا بالتعليقات إن شاء الله ما بنقصر معاكم وبنجرب لكم كل الألعاب اللي بنقدر عليها وبالوقت اللي بنقدر نعمله يعني أو بأقصر وقت أو بأقرب وقت ممكن نكون متوضح لنا هيك حلقتنا خلصت لهون لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعلوا زر الجرس وإذا عجبكم فيديوهاتنا خبرونا بالتعليقات أكيد ترانسليت في ترانسليت هون سيف زون هي المنطقة اللي احنا عم نحكي عنها اللي هي سيف زون خبرونا بالتعليقات ولا تنسوا كمان تطلعوا على قناتنا تانية جيمرج استراتيجي عم نلعب عليها ألعاب استراتيجية حلوة كتير وإن شاء الله بتعجبكم ورجعنا لعند هدول خلينا نرقد قبل ما يأكلونا يردوا
وهلا صار فينا نودعكم ونقلكم يومكم سعيد.